ويحلى رمضان مع المرد للأطفال. ماذا تفعلين يا جدتي؟ أعد الطعام يا صغيرتي. أنا وأنت ووالدتك سنتناول الغداء معنا اليوم. هل يمكنك مساعدتي؟ بالطبع يا جدتي. حسناً، ناوليني أطباق الطعام من فضلك. تفضلي يا جدتي. ما هذا يا صغيرتي؟ هذه الأطباق ناقصة. لنتأكد. تعالي نعد كم شخصاً سيأكل الطعام. أنا واحد، وأمك اثنان، وأنت ثلاثة. ثلاثة أشخاص. إذن هيا لنعد الأطباق الموجودة. واحد، اثنان. إنهما اثنان فقط، ينقصنا طبق يا صغيرتي. والآن أصبح لدينا واحد، اثنان، ثلاثة. أحسنت يا صغيرتي. هل تستطيعين أن تحضري الملاعق أيضاً؟ تفضلي يا جدتي. واحد، اثنان، ثلاثة. أحسنت يا صغيرتي. ثلاثة ملاعق وثلاثة أطباق لثلاثة أشخاص. والآن إلى أن ينضج الطعام سأحكي لك قصة، وعليك أن تصغي لها وتنتبهي للأعداد الواردة بها. لنتعلم معاً العد إلى ثلاثة ونعدد الأشياء الواردة بقصتنا والتي عددها ثلاثة. هي وقت القصة، نحب القصص. كان يا مكان، أسرة دببة تعيش بأمان. الأب والأم والدببة الثلاثة الصغار، الدب الأكبر والدب الأوسط والدب الأصغر. كل يوم يتعاون الأب والأم لإعداد الطعام للدببة الصغار، فيضع الأب حول المائدة ثلاثة كراسٍ، واحد، اثنان، ثلاثة، وتضع الأم فوق المائدة ثلاثة أطباق، واحد، اثنان، ثلاثة. تصنع الأم للدببة الصغار ثلاثة فطائر، واحد، اثنان، ثلاثة، ويجهز الأب ثلاثة أكواب من الحليب اللذيذ، واحد، اثنان، ثلاثة. تجلس الدببة الصغار إلى المائدة ويتناولون طعامهم. بعد انتهاء الطعام يتعاونون في التنظيف، فيرفع الدب الأصغر الأطباق من على المائدة، طبق، طبقان، ثلاثة أطباق، ويضعها في الحوض، ويرفع الدب الأوسط الأكواب من على المائدة، كوب، كوبان، ثلاثة أكواب، ويعيد الدب الأكبر الكراسي إلى مكانها، كرسي، كرسيان، ثلاثة كراسي، ويتعاونون معاً في غسل صحونهم وإعادتها لمكانها، ويحمدون الله ويشكرون والديهما على الطعام اللذيذ. قصة رائعة يا جدتي. هل انتبهت للأشياء التي عددها ثلاثة في القصة؟ نعم يا جدتي. هيا بنا نعدد بعض هذه الأشياء ونعد معا حتى الثلاثة. ثلاثة دببة صغار، ثلاثة دببة صغار، ثلاثة كراسي، ثلاثة كراسي، ثلاثة أطباق، ثلاثة أطباق، ثلاث فطائر، ثلاث فطائر، ثلاثة أكواب حليب، ثلاثة أكواب حليب. أحسنت يا صغيرتي.
أصبحت الآن تعرفين الكثير عن الرقم 3، والآن هيا بنا نلعب لعبة البحث. على كل منا بالتناوب البحث في الصورة عن أشياء عددها 3. هيا بنا نبحث. سأبدأ أنا. 3 عصافير. 1، 2، 3. 3 أغصان. 1، 2، 3. 3 غيمات. 1، 2، 3. 3 أعشاش. 1، 2، 3. 3 بيضات في العش الموجود أسفل الصورة. 1، 2، 3. يا لها من لعبة رائعة، هيا نلعب مرة أخرى. حسناً، سأبدأ أنا. 3 نجمات. 1، 2، 3. 3 غيمات. 1، 2، 3. 1، 2، 3. 3 أشياء عددها 3. أحسنت يا صغيرتي. والآن بعد أن لعبنا وتعلمنا العد حتى 3، حان وقت الطعام. نعم، هيا بنا نأكل. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.